لو سمحت عاوز اكشف كشف مستعجل. الدكتور سهام عز الرجال. سهام عز الرجال. الحقني يا يوسف. ما بقاش قدامنا غير 12 يوم. هو انت خطيبني ليه؟ عشان تاخدني كوبري سهام؟ ايه ده؟ ده قلبي مش مرتاح لك. تعالى لي. انها حقا عائله سعيده. نعم حقا. هوبا. انت قفش بكم مع واحده. لازم تفرسيني. الحمد لله على السلامة يا معلم. ما بقتلش نسوان، كنت قتلتك يا سهام. كده يعني هتخش الجنة؟ بجد الموضوع ده ما بقاش مقبول أبدا. ما نبقى نظبط، معلش. عايز السنين أنا عشان هو بيمسك مع ورا؟ مش فاكش هنا تاني، ماشي. جرا؟ أنت هتعمل إيه؟ والله العظيم أنا قلت إن أنت بتكذب يا أستاذ يوسف. بس هو قال لي إن هو بيحب مناخيري. الطلعة الجاية هقتلك اتنين بسعر واحد. يا يوسف! هو تعالى كده بقى يا محمود. ثانية واحدة. هو مش من معجبيني بس، ده خطيبي. خطيبك؟ تاكل السكالوب. يلا بينا هوب السكالوب. انزل يلا. انا دكتور. انزل. حاضر. انا واحد هيموت بعد 14 يوم. لا يا محمد بقى 13 بس. خسرتنا. انا بتحط في حوار انا مش انت بتمشي يا حاج. كشف مستعجل يوميا العاشرة والنصف مساء في رمضان على قناة مصر الأولى.